راه غادي نتعاونوا معكم وغادي نفتحوا لكم المجال باش انكم تذبحوا في اسواق اسبوعيه، لان هذه الذبيحه ديال البطوار ما كيقدوش عليها الجزاله، لان فيها النسبه ديال العداء طالع. هنا انسان كيخلص على العجل ديالو 60 ريال الكيلو، والعجل الا كانت فيه 200 كيلو كيخلص عليه 12000، والا كان فيه 300 كيلو كيخلص عليه 18000. وهاد المساله هذه ما خصش ما عندش الجزار، هذا الذبح ما كيذبحوش هو الجزار براسه. فلهذا احنا التمسنا من السلطه المحليه باش تعاون معنا، اما نذبحوا في السواق اخرين ونجيبوا لهنا، واما نذبحوا في اماكن اللي هي قريبه من هنا باش تعاونوا وتساعد معنا على هذه المساله. وحتى عطانا واحد المسؤول هنا موعد على هذه المساله هذه، عطاونا على هذه المساله موعد، عندنا لقاء مع ثلاثه الناس ولا اربعه مع هذوك الناس باش يفكوا معنا المشكل ويعطيونا فين نذبحوا. انا قال لك هذا السوق الاسبوعي دابا باقي ما كيخضعش لشي معايير اللي هي صحيه، فاحنا خاصنا دابا عندنا ما قالت لك الدوله انهم عندهم لقاء مع السيد الرئيس مع هادشي باش تكون شي اصلاحات، ولكن الاصلاحات ما عرفناش واش غتكون ولا ما تكونش، غتكون اصلاح باش ينظفوها باش يصوبوها وتكون عندها معايير. انا مسيدي كنمشيو للخميس ديال مديونه، كنمشيو لثلاث بوزكوره، كاين الحد ديال السوالم، كاين الاربعه ديال الجرار، كاين هادو كاع الاسواق الاسبوعيه اللي كيتسوقوها هاد الناس هادو. واش هذا هو السوق الوحيد اللي فيه الزيوت؟ لا، هما جوج سوقين، هما كاين الخميس ديال مديونه وكاين هذا، ولكن هذا السوق هذا راه عنده معايير صحيه، وانتم صيفطكم الا بغيتوا كاع تدخلوا وتشوفوا تصوروا هذه المساله هذه في البطوار، عنده معايير صحيه. البطوار بحال كيدير نقي، الخميس مديونه نقي، خير من شي خير من 70 سوق هنا حوالي الدار البيضاء او حوالي الدار واحد المغرب، خير من 70 سوق، انه كيمتاز بواحد النظافه كثير. وانا راه تقريبا خدمت في السوق الاول، وملي تحول السوق الاول خدمت في هذا السوق، وهذا السوق تكلموا غير على هذا السوق. هذا السوق ما عمرو دار بحال هكا، لاول مره كنتفاجئوا بهذه المساله. السوق نقي، السوق عنده معايير نظيفه، السوق عنده مليح مزيان، وكنكمل حمل المسؤوليه على النظافه على الجماعه، لان الجماعه هي اللي مكلفه. الجزارين كيخلصوا الحقوق ديالهم، كيخلص الكيطونس كيخلص لي 2600، البلاصه كيتخلصوا فيها 300 ريال، الشوايه كيخلصوا 600 ريال، حنا الناس مسالمين، والناس هاد الناس ماشي فوضويين، الناس حلول. قال لك من بعد غادي نعاودوا نقولوا لكم، حنا كنا سلميه في الولايه، وقلنا دعنا مع السيد جلاله الملك الوالي باش يدير لنا انصفنا. يعطينا واحد الحل اللي هو مهم، وما يخليش هاد الامه ديال هاد العصاه كتضيع، لان هذه العصاه ما والله الا مقعده هاي. اش كدير؟ كدير عميها، كدير عميها كتخدم بها هي مقعده ما كغنتي لها، كتهز عارف كروسه كتستافد من السوق، الشوايه كيستافدوا من السوق، مالي الكراس اللي كيهزوا الخضاره وداك الشيء مستافد من السوق، اللي كيسعوا في السوق، مالي هذوك كل شيء كيستافدوا من السوق. فلهذا ما تحرموناش من السوق، ونطلبوا الله منا تعاونونا على باش يوقفوا معنا على هذا السوق، باش يرجعوا لنا، باش يرجعوا الخضاره، لان الحرفيين كلهم متوقفين، الحرفيين كلهم متوقفين دابا. دابا مالي الخضره راسها ملوا راسهم، مالي الدجاج ملوا راسهم، والله يشهد مول الدجاج، مول الدجاج مول الشوايه كيخلصوا 60 ريال. حنا ما كنطلبوش، حنا النظافه خاصها تقوم بها الجماعه، خاصها تقوم بها النظافه، حنا كنخلصوا الوظيفه ديالنا، ما يمكنش حنا ننظفوا السوق. 500 ولا 600 عائله كتعيش هنا، منهم الجزاره، والجزاره ما عندوش عواحد، الجزار والمتعلم ديالو او لا جوج متعلمين، السقيطيه عندو متعلم اقل شيء عندو متعلم، وكاين اللي عندو جوج وكاين اللي عندو ثلاثة. مالي نضحف دابا سادين مساكن محنين، حتى لا جاو بغاو يدخلوا غادي يدخل غير واحد يشري ولا جوج من الناس اللي عندهم الحوانت، ولكن الجزاره ما كيشريوش، كل غادي يدي لهم الحركه دابا مزيانه عندكم. قال لي والله نطلبوا باش يوليوا لينا الجزاره، لان الجزاره كيجيبوا لنا الناس وكيجيبوا لنا يتقداو في السوق ديالنا. هو السوق ديالنا.